يبدو أن معالم رئاسية ديسمبر 2019 بدأت تلوح في الأفق، سيما مع استقبال سلطة الشرف لأكثر من 25 راغبا للترشح تتنافس جميعها على كرسي واحد، منها شخصيات مجهولة الصفة والتوجه، ومنها أسماء حزبية، ومنها من تنتظر فرصتها التاريخية لتكون مرشحة الإجماع، ومنها من تتريث لاتضاح الرؤية أكثر. نعم، يمكن القول أنه الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر متوفرة بكامل الظروف وكامل الشروط، وأعتقد أنه ربما الوجوه القديمة التي ألفناها أو رأيناها في استحقاقات سابقة، أعتقد أنه من شروط ولا من الواجب عليها في الانتخابات الحالية، لأنها انتخابات استثنائية ومختلفة ربما من حيث الظروف عن باقي الاستحقاقات الانتخابية، أعتقد أنه عليها أن تجدد خطابها، عليها أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين. للأسف لحد الآن البرنامج الذي يروق للمجتمع، الذي يلبي حاجة الحراك وربما يشفي غليل الشباب الجزائري، لا يزال غير موجود هذا المرشح، وبالتالي نحن ننتظر ربما المرشح الأوفر حظا والأكثر توفقية. القائمة لم تضبط بعد، إلا أن المؤشرات الأولية تفيد بأن انتخابات 12 ديسمبر لن تعرف على الأرجح نفس مصير انتخابات 4 جويلية الملغات، لكن كيف ستنجح هذه الأسماء التي أبدت رغبتها للترشح في استمالة الناخب وإقناعه؟ الصندوق من سيجيبنا على هذه المسائل. أعتقد أنه كما قلت من باب الحقوق متاح للجميع أنه يترشح، لكن العبرة بالميدان والعبرة بمن له القدرة على الحشد والتعبئة وعلى كسب ثقة وأصوات الناخبين. هذه تتوقف على مدى احترافية المترشحين، سواء في المخاطبة، سواء في البرنامج، سواء في أيضا في التسويق السياسي زمن الانتخابات. بدأت مرحلة الترقب والتوجس بين الناخب والمنتخب، فالناخب يريد برنامجا ورئيسا يعيد للبلاد عزها، ومنتخب يطمح لتقلد كرسي الرئاسة، لكن لا يعلم كيف ستتطور الأحداث إلى غاية موعد الرئاسيات في ظل تجديد فئة رفض الانتخابات في الظروف الراهنة.